اكبر كدبه كدبتها في حياتك؟ كدبت على ابويا وقلت له ان انا نجحت في الثانويه العامه وانا كنت ساقط يعني، بس قلت له ان انا نجحت وفضل شهرين مصدق ان انا نجحت وبشوف التنسيق وكده، وفي الاخر قلت له يعني. اكبر كدبه كدبتها في حياتي مش عارف، مش فاكر من كتر الكدب والله ما فاكر، كل يوم بحور على الناس والله غصب عني. كنت مره مسافر ومش عايز اعرف حد انا مسافر فين، فقلت لهم انا نازل مكان قريب يعني اسكندريه او كده، وطلعت بره مصر. فكله طبعا لما شاف الفيديوز اللي نزلت طبعا كده اتفاجئوا استغربوا يعني ان انت تبقي في اوروبا مثلا وانت قالوا انت في اسكندريه او في مكان زي كده. كنت خارجه مع صحابي وقلت ان انا كنت في درس، وساعتها اليوم دوت قعدوا يدوروا عليا في السنتر ومش عارف ايه، وما كانش حد يعرف ان انا اصلا خرجت وخدت على ساعتها. كدب العادي يعني، بحاور كتير على اصحابي اقول لهم ان انا نزلت وانا ما نزلتش، بس كده مفيش حاجه اكبر من كده. لا مفيش حاجه، انا ملاك فعلا. ان انا مثلا اقول لماما ان انا عندي درس وانا ما كنتش عندي درس. هو مثلا اهلي مسافرين وانا مثلا ببقى عايز اخلع من السفريه، فاقول ان انا مثلا عندي امتحان، يا رب ما يشوفوش الفيديو يعني. ساعات يعني بيبقى عندي امتحانات، بس احيانا ما بيبقاش عندي حاجه وببقى يعني اقعد في بيتي. خرجت من ورا ماما وماما عرفت، فبس فعجبتني بقى وما قالت لي مش هتنزلي وخدت مني التليفون. عندي 27 سنه ومحدش يعرف ان انا بشرب سجاير لحد دلوقتي. وكنت باخد بقى فلوس المدرسه وكده يعني، ما كنتش بروح دروس. في مره اترفدت من الشغل وما قلتش لمراتي ان انا اترفدت، لان هي كان عندها امتحانات وكده، فما حبيتش ازعلها يعني. فقعدت فتره كده اخرج كل يوم الصبح، اروح اقعد في قهوه اشرب قهوه طول اليوم، كنت بدور على شغل طبعا وانا قاعد، وارجع في ميعاد الشغل وهي فاكره ان انا بروح شغل عادي جدا. اكبر كدبه ان اقول رايح الدرس واروح اقعد على القهوه. كانت كدبه بسيطه، كنا في ماتش كوره بس، فالكوره دخلت خبطت في العارضه وطلعت بره، فاحنا قلنا جول بس. دي الكدبه الوحيده اللي كدبتها في حياتي. لسه كانت امبارح والله، ان قلت لواحده ان انا بحبك وبحبك ومش بحبها. كدبت على حد في ابريل، هو عملت الكدبه البيضه اللي احنا بنعملها في ابريل. انا كل سنه لازم في ابريل اكدب على الناس. لازم اكدب، انا حبيت اكدب عليكي دلوقتي واحنا بنتكلم. ده طبيعي اساسي يعني، بحب كدبه قوي. انت ما عملتيش في حد كدبه ابريل؟ لا برضه. اكدبوا ليه؟ احنا لسه طالعين من رمضان يا جماعه، صلوا على النبي.